افضل المدربين في مصر. كابتن مختار مختار، برحب بحضرتك وهتقول للكابتن حسام البدري واللاعبين ايه يا كابتن مختار؟ الله يخليك يا شيخ، اقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله. وده يعني احنا محتاجين فرحة تاني نفرح بيها الناس ونسعدهم، لان واضح ان احنا بنمر بازمات كتيرة جدا. فيعني الحاجة اللي هي بقت موجودة دلوقتي على الساحة بتفرحنا هي يمكن كرة القدم. فاتمنى ان شاء الله رب العالمين ان هم يعني يبعتوا لنا بسمة كده الناس يعني يعني تلم الناس تاني وتجعل لهم حاجة حلوة كده في حياتهم، وتجعل لهم بسمة يمشوا بيها كده حتى فترة لغاية ما نخش في حاجة تاني جديدة إن شاء الله رب العالمين. كابتن مختار، حضرتك نجم كبير وجبت بطولات كتير، وانت شفت الشكل الجميل لجماهير النادي الاهلي، تنصحهم تقول لهم ايه في المباراه دي يا كابتن مختار؟ والله صراحة جماهير النادي الأهلي دي مش محتاجة أي نصيحة، لأن هم بفضل الله بيعملوا كل حاجة، يعني حاجة صراحة تفرح وحاجة يعني صراحة بتخلي الواحد يتمنى إن هو يكون موجود في هذا الجو الهايل. يعني ما في يعني صراحة من الحاجات اللي بتتحسب لجمهور النادي الأهلي إنه عنده ثقة في فرقته لأبعد الحدود. صح، والثقه دي اكيد ان هي بتولد طاقه هائله جدا جدا للفرقه وللمدير الفني وللنادي وللاداره، وبتخلي يعني في يعني دايما الامل موجود حتى لو في حصل تعثر كده. فالواحد يقول لهم ايه؟ يعني استمروا على هذا الامر، ويعني اكيد ان ده امر صراحه من الايجابيات اللي انتوا بتعيشوها لنا في الماتشات اللي احنا ساعات بنتعصب فيها وبعدين على طول بتلجع لينا بشكل فيها ايجابيه بمساعدتكم وبجدعنتكم وبالحشد الرهيب اللي انتم بتعملوه ده. يعني اتمنى ان شاء الله رب العالمين ان 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 زي ما انت قلت في الاول ان حسام واللعيبه يبقوا عايشين في الكلام دوت ويحاولوا ان هم يسعدوا الناس دي بشكل كويس. ان شاء الله. متفائل يا كابتن مختار؟ ان شاء الله متفائل طبعا. يعني اكيد ان احنا لما بنوصل لهذا الامر صعب جدا ان هو يعدي مننا، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يعني اكيد ان احنا يعني ما شاء الله النادي الاهلي عنده اسباب كتير قوي ودايما بياخد بالاسباب، لكن فوق كل الاسباب ديت هو التوفيق. اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا ويكون في يعني بسمه كده لجمهور النادي الاهلي، مش لجمهور النادي الاهلي بس، لمصر كلها ان شاء الله. كابتن مختار مختار، المدير الفني الرائع لفريق الانتاج الحربي، واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد كان مع جيل محترم، بشكرك شكرا جزيلا.